السلام عليكم، أنا الدكتور محمد بلغيث من مستشفى الحرس الوطني المملكة العربية السعودية. أنا استشاري قسطرة قلب. الموضوع اللي نبغى نتكلم فيه هو أمراض الصمامات في كبار السن. أغلب الناس يعني لما نتكلم عن الصمامات وفيما سبق خصوصا كان نتكلم عن الحمى الروماتيزمية في صغار السن، أولاد وبنات في سن الثانوية وبداية الجامعة، يكون عندهم مشاكل في الصمامات، وأغلبها تكون مشاكل حمى الروماتيزمية أيام كانوا صغار، وهذه بتأثر أغلب الأحيان والأوقات على الصمام الميترالي. بيصير في الصمام الميترالي تكلس وضيق مايتروستينوسيس، وبعض المرات يكون عندهم مايتروستينوسيس مع مايترو ريجوريتيشن اللي هو انسداد مع تهريب أو تسريب في الصمام الميترالي. الصمام الأورطي أكثر ما بنشوفه الآن في الآونة الأخيرة في العالم العربي وفي الشرق الأوسط في كبار السن. فهذه الأمراض الصمامات في كبار السن أغلبها تكون عبارة عن خشونة أو تكلس، زي ما بتتكلس الركبة في كبير السن بيصير في خشونة وترسبات كوليسترول وكالسيوم على الصمام الأورطي. فأنا بنصح بالنسبة لكبار السن لما يبدأ المريض بيشتكي من لا سمح الله آلام في الصدر، تأكد أنه في عندنا شيئين، في عندنا الصمامات التاجية وعندنا الشرايين التاجية وعندنا الصمام التاجي أو الصمام الأورطي. أغلب المشاكل حتكون مع الصمام الأورطي في كبار السن. إذا جاء له ألم في المريض مثلا أو رجل كبير أو حرمة كبيرة في البيت بتشتكي من ألم في الصدر، نأخذها على وجه الجدية والاعتبار. إذا لا سمح الله في إغماءات أو بدأ يفقد الconsciousness اللي هو الوعي ويطيح أثناء الأكل أو مع الكحة أو كذا، نخاف من الصمام. أو بعض الأحيان لا سمح الله تجي مشاكل ثانية زي تورمات أو مية في الرئة، أو يدخل المريض عن طريق الطوارئ مكتوم يقول لك عنده مية في الرئة ما بيقدر يتنفس. حط في بالنا دائما أن الصمام الأورطي يكون فيه كلس أو تضيق. كيف بنعالجه؟ أول شيء نشخصه مزبوط بالإكو والسونار، موجات فوق الصوتية. إذا شخص مضبوط نتأكد أنه الشرايين التاجية سليمة، وفي الحالة دي إذا شخص الصمام الأورطي بالكلس والخشونة وكان متضيق أقل من 1 سنتيمتر وفي أشياء معينة نراعيها كأطباء نتدخل بالعلاج. العلاج فيما سبق في كبار السن كان جراحي، الآن في عندنا علاج بالقسطرة وهو تركيب الصمام الحيواني عن طريق القسطرة بدون أي عمليات، ونسميه عملية التافي، وهذه عمليات ناجحة جدا على مستوى العالم، والحمد لله احنا في المملكة العربية السعودية يمكن إلى الآن عملنا أكثر من 2000 عملية. شكراً.